مشاهدينا، وبداية دعوني أرحب بضيفي من اسطنبول السيد ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك سيد ياسين. إذن اقتراح إدخال جيوش عربية إلى قطاع غزة، ما الهدف منه برأيك؟ كافر زياد وللمشاهدين، هذه أنا أعتقد أنها من المقترحات التي تريد أو هدفها الأساسي هو محاولة إيجاد مخرج مشرف للكيان الصهيوني من مستنقع غزة. هذا الأمر ذاته واضحا، وهو يتقاطع عند نقطة واحدة مشتركة ربما تجمع الأنظمة التي تتحمس أو ربما يعني تسعى إلى إرسال هذه القوة، تلتقي مع الكيان الصهيوني في فكرة أنها لا تريد لقدرة المقاومة المشرفة أن تستمر في غزة، ولا تريد لفكرة التعزل الفلسطينية أن تبنى على إرادة الشعب الفلسطيني، وأن تقوم على فكرة رغبة الشعب الفلسطيني في استعادة دولته بإرادته لا بالمنح التي يمكن أن تعطى له بالتقسيط وعلى نحو التقسيط الممل على نحو ما رأيناه في اتفاقية أسلو التي لم تعطي الشعب الفلسطيني بل سلبته تقريبا كل شيء، وأخيرا أرادت أن تقضي على مشروع الدولة الفلسطينية بالطريقة التي أرادها ترامب عبر صفقة القرن، وعبر الطريقة التي يريدها بايدن اليوم من خلال تنفيذ صفقة القرن من خلال عملية الإبادة من خلال التهجير القسري للأسف الشديد. فمحاولة إرسال القوة هو واحدة من تجليات التفكير الأمريكي الصهيوني لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. طبيعة الحال هذه الفكرة هي تستكمل العدوان الذي يقوم به الصهاينة اليوم على غزة، ولن تكون بأي حال من الأحوال رحمة لأهل غزة، ولا يمكن أن تكون إنقاذ لأهل غزة. هذه عملية إسناد واضحة ومفروحة ومكشوفة للعدوان الصهيوني الذي لم يصل إلى أهدافه بالوسائل العسكرية، ويريد أن يصل إلى أهدافه من خلال الاحتيال ومن خلال توريط الأنظمة العربية فيما يسمى بقوة حفظ السلام العربية. عن أنه مخرج ربما لدولة الاحتلال، ما هو شكل هذا المخرج وما هو الإسناد؟ ما الذي سيكون دور هذه الدول العربية فيه في قطاع غزة؟ هذه الدول العربية أولا لم يكن من أولوياتها إنهاء أثر العدوان الذي قام به الصهاينة على غزة، ولا يزالون يقومون به على غزة، وإنما ستكون من أولوياته هو تجريد الشعب الفلسطيني من القدرة على المقاومة والاستمرار في مقاومة الاحتلال، وإعفاء الكيان الصهيوني من المسؤوليات الإجرامية التي من المسؤوليات عن الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني. سيغادر يعني سينهي عدوانه على غزة، لكن سيبقى مهيمنا أمنيا وعسكريا، وستبقى هذه القوات وفقا لهذا التصور عبارة عن ذراع أو وسيط بين القوات المحتلة وبين الشعب الفلسطيني. سيتم إعفاء الكيان الصهيوني من المسؤوليات المباشرة عليه باعتباره دولة اعتداء، لأنه قام بتدمير القطاع على رؤوس أبنائه وترك القطاع محطما، وستكون الأولوية كيف يصبح القطاع خاليا من الأحرار، خاليا من الإرادة، خاليا من القدرة على إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني استنادا لإرادة الشعب الفلسطيني. ستكون عملية تشكيل مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية بناء على هذا الشكل من أشكال المؤامرات التي تحاك عبر هذا النوع من المبادرات والصيغ التي تقدم على جثث الشعب الفلسطيني وتدوس على كرامته وألامه. محمد دحلان مستشار محمد بن زايد تحدث عن أنه لن تكون لا حماس ولا السلطة الفلسطينية، وإنما هناك زعيم فلسطيني مستقل كما قال سيقود منطقة قطاع غزة، وستدخل قوات عربية لحفظ الأمن. إلى أي مدى تعتقد بأنه ربما هذا مؤشر على أنه الإمارات هي من سيقود هذه، وهي من تقود هذه الفكرة ومن سيقود هذا التحرك؟ الإمارات واحدة من الدول العربية يبدو أنها تظهر القدر الذاتي للاستعداد للتعاطي مع الواقع المؤلم الذي يعيشه الفلسطينيين الآن بهذه الطريقة الانتهازية، بهذه الطريقة التآمرية.
للأسف الشديد لا يمكن تحميل الإمارات وحدها وزر ما يجري. هناك دول تتحمل نفس القدر من الوزر، الجامعة العربية تتحمل ذات الوزر، الدول المجاورة تتحمل ذات الوزر. للأسف الشديد تصريحات محمد دحلان هي تكشف في الحقيقة عن طبيعة مهمة القوات العربية، وهي أنهم يريدون أن يفرضوا زعيم. أي زعيم هذا؟ وكيف سيتسنى له أن يسمي نفسه زعيما أو قائدا يعني في بلد حطمه الاحتلال ودمره الاحتلال؟ ومن أين سيستمد شرعيته؟ يعني الشعب الفلسطيني سيدرك أن هذا الشخص الذي سيسمى زعيما أو قائدا جاء على الدبابات الصهيونية. هذه الصيغة لم تعد مقبولة. اليوم نحن في مرحلة مختلفة جدا من الوعي، ليس فقط على مستوى فلسطين وإنما على مستوى الوطن العربي والأمة الإسلامية. الأمة أصبحت أكثر وعي، لا يمكن أن تقبل بفكرة أن يأتي شخص على الدبابة الإسرائيلية كما جاءت الحكومات على الدبابات الأجنبية. نحن نرى ما الذي يحصله العراق اليوم من مآسي وفوضى ودمار وخراب وفشل سياسي واقتصادي شامل في بلد منتج كبير للنفط، ويفترض أنه الآن يعيش من حالة الاستقرار. لا يمكن بأي زعيم وطني يسمي نفسه وطني إلا أن يكون تعبير عن حالة وطنية. لا يمكن إلا أن ينتخبه الناس، لا يمكن إلا أن يخرج من رحم معاناة الناس، لا يمكن إلا أن يكون معبرا عن كرامتهم وعن تضحياتهم وعن نضالاتهم، أن يكون جزءا من معاناتهم، لا أن يتم يعني لا أن يأتي عبر كتائب يتم تدريبها على يد الاحتلال الذي دمر غزة ثم يدعي أنه ممكن أن يكون جزء من حل أو الحل الذي ينتظره أبناء غزة. هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. وكما قلت تصريح الدحلان هي تكشف توجه للأسف تشترك فيه أكثر من دولة عربية. ولكن في النهاية سيد ياسين، هذه الجيوش إذا ما دخلت هم بالنهاية عرب، يعني من المفترض أنهم أشقاء لأهالي قطاع غزة، وبالتالي ألا تعتقد بأنهم ربما سيكونون أرحم على أهالي قطاع غزة من قوات الاحتلال؟ أولا لا نستطيع أن نسميهم جيوش، لأن الاحتلال سيفرض شروطه، هي عبارة عن كتائب، والكتائب هذا سيكون نطاق لا سمح الله طبعا إذا كتب لها بالصغار تنجح ستتحرك ضمن نطاق محدود. لن تمتلك السلاح الكافي لتغيير الوقائع لصالح الشعب الفلسطيني فيما لو عيد الاشتباك مع الكيان الصهيوني. السلاح الصهيوني سيكون هو الأعلى وسيكون هو الحاسم في التعاطي مع معطيات أو الطور الجديدة. ثم أن هذه القوات تكتسب مشروعيتها فيما لو كانت عبارة عن قوات فرض اشتباك بين مجموعات متقاتلة من اللون الواحد، من الوطن الواحد، من الشعب الواحد. هناك خلاف بين فئات الشعب، صراع سياسي حول برنامج، حول أي شيء مهم دفعت إلى أن يتقاتل الناس. فيأتي هذا الجيش يفض الاشتباك ويعيد السلام. في هذه الحالة صيغة جيش عربي يدخل ليفض الاشتباك ويفرض السلام شيء مقبول ومرحب به يعني من جميع الأطراف. لكن تأتي قوات عربية لتفضل الاشتباك بين دولة معتدية ظالمة قاتلة استخدمت أشد أنواع الأسلحة فتكا ضد شعب أعزل، ثم تدعي هذه القوات أنها أتت لإنقاذ الشعب الفلسطيني، هذا كلام أعتقد أنه غير مقبول. ثم أن دورة الصراع التي رأيناها وهذه الحرب وهذا العدوان الذي يجري في غزة لم يكن خلاف حول وجهة نظر. هؤلاء الناس عانوا من حصار استمر لـ 17 سنة وأرادوا أن ينهلوا حريتهم وكرامتهم، حاولوا أن يخففوا من وطأة القتل والحصار والدمار، أرادوا أن يذكروا العالم بأن هناك شعب يعني يتمنى أن تكون له دولة. فطوفان الأقصى يعني بالنهاية فتحت الطريق للمسار الصحيح في الاتجاه الصحيح من أجل أن يستعيد الشعب الفلسطيني دولته. فهل هذا الجيش هو الذي سيحقق للشعب الفلسطيني الدولة؟ ليس معنيا بهذا المسار المطلق، هو سيأتي لكي يعيد مسار الدولة إلى بداياته ويوقفه عند النقطة التي توقفت عندها اتفاقية أوسلو. يعني سيد ياسين، كل هذا الحديث يجري عن مقترحات وإدخال قوات عربية إلى قطاع غزة، والاتحاد الأوروبي يبحث أو دول أوروبية تبحث تدويل القضية وإدخال
قوات دولية في الوقت الذي دولة الاحتلال لم تستطع أن تسيطر على أي منطقة في قطاع غزة، تدخل لا تسيطر على الأرض، تمنى بهزائم وبخسائر وتضطر إلى الانسحاب. وهذه المقترحات بالمناسبة معظمها إما إسرائيلية أو أمريكية، وبالتالي هل تعتقد أنه مثل هذه القوات إذا ما دخلت، أو الوحدات كما سميتها، يمكن أن تكون في مواجهة مع المقاومة الفلسطينية؟ ستكون في مواجهة مع الشعب الفلسطيني بكامله، ستكون في حالة مواجهة مع الشعب الفلسطيني بكامله. بأي صيغة دخلت هذه القوات؟ ومن الذي أذن لها بالدخول؟ هذه القوات ينبغي أن تأتي في إطار قرار تتخذه حكومة الدول العربية، وجامعة الدول العربية ينبغي أن تكون مستعدة أن تدافع عن الشعب الفلسطيني ومواجهة الكيان الصهيوني لكي تكتسب المصداقية. لكن أن تشحت من الكيان الصهيوني إذن بالدخول إلى قطاع غزة، هذا ليس له علاقة لا بالكرامة ولا بالجيوش ولا بأي دور إنساني. يعني في النهاية هذا الكيان استخدم أفتك وأشد أنواع الأسلحة فتكاً، ومع ذلك لم يصل إلى أهدافه العسكرية، لأن هناك من يقف أمامه ولا يزال يكبده الخسائر تلو الخسائر، وعملياً فشل في تحقيق أهدافه العسكرية، من ضمنها استعادة الأسرى، من ضمنها القضاء على قوات المقاومة الفلسطينية. لأن عملية القضاء على القوات الفلسطينية عملية شبه مستحيلة تقريبا، لأنك أنت تريد أن تتعاطى الآن مع شعب قرر أن يدافع عن كرامته، شعب لا يمكن أن تجزئه، لا يمكن أن تفريزه. هذا الشعب أحد تحمل كل هذه الآلام لكي يصل إلى هدفه النهائي، يريد الخلاص. هذا الخلاص لا يمكن أن يتحقق من خلال كتائب سترسلها هذه الدولة أو تلك. الدول العربية، الدول الأوروبية أيضا عندما تطرح قضايا من هذا النوع، لأنها هربت من الاستحقاق الأساسي وهو منع العدوان الصهيوني من أن يستمر، منع الإبادة من أن تستمر. لهذا يعني حاولوا ومضيعة للوقت، طرح مثل هذه الأفكار هي مضيعة للوقت، محاولة للهروب من الاستحقاق الأساسي وهو منع العدوان، منع القتل، منع التدمير، فذهبوا إلى طرح مثل هذه القضايا. هم مثل الكيان الصهيوني بالتحديد، يعني تمام، يعني يدركون بأن مسألة الوصول للأهداف العسكرية مستحيلة يعني عن طريق استخدام القوة، وبالتالي ينبغي الآن التفكير الصحيح. وأنا لهذا أنا في تقديري أن ما طرحه القائد حنية هو الطرح الناضج. يعني تريدون حلا، لدينا حل داخلي يمكن أن يتم من خلال يعني إما إعادة تشكيل منظمة التعليم الفلسطينية، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذه الوحدة الوطنية تكون معنية بإعادة الإعمار واستكمال التحرير وإنشاء استحقاق الشعب الفلسطيني. يعني مقترحات في غاية الأهمية. أنتم تريدون ألا تروا حماس مثلاً كفصيل مسلح في غزة، تريدون أن تتعاملوا يعني مع الفلسطينيين بشكل عام، هذا الأمر سيتحقق من هذا من خلال هذا المقترح. ثم أن المقاومة الفلسطينية في غزة لا تعبر عن مشروع سياسي، هي تعبر عن مشروع وطني في النهاية، هي تعبر عن الخلاص الذي هو نقطة مشتركة يتقاسمها الشعب الفلسطيني ويتحمل من أجلها كل هذه الآلام وكل هذه المعاناة دون كلل أو ملل. محاولة إظهار كما لو كان ما يجري في غزة هو مغامرة قصف حماس، هذه يعني عملية مفضوحة ومكشوفة، لأن ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو ما أراد الشعب الفلسطيني بكامله أن يقوم به منذ 75 سنة. يعني أنظمة وجيوش سحقت شعوبها وسحقت شعوب دول عربية أخرى، مثل ما حصل في اليمن، مثل ما حصل في ليبيا وغيرها، هل يؤمل منها خيرا بالنسبة لغزة؟ هذا أنا في تقديري سؤال في غاية الأهمية، لأن هذه الجيوش هي مشتقة من مشروع تآمري لا تعبر عن أي منطلق أخلاقي أو أساس أخلاقي، لأن هذه الأنظمة كان عليها أولا أن تسعى لوقف هذه الحرب وأن تكون من أولوياتها وقف هذه الحرب. وفي الحقيقة طبعا الحكومة العربية سعت عبر الأمم المتحدة كذا إلى آخره، لكن كونها فشلت في الضغط على المجتمع الدولي في أن يضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف الحرب، هذا لا يعني أن يكون الحل من خلال التماهي مع المشروع الصهيوني. الحل
وفي الضغط على الكيان الصهيوني واستمرار الضغط على الكيان الصهيوني وتقديم ما يمكن تقديمه من دعم متعدد ليس فقط على المستوى الإنساني وإنما على المستوى العسكري لكي تستمر المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني. بهذه الطريقة يمكن إجبار الكيان الصهيوني إلى إنهاء الحرب. لكن محاولة خدمة الشعب الفلسطيني من خلال يعني تمكين عدوه من السيطرة عليه سياسيا وعسكريا وأمنيا، هذا أعتقد أنها مبادرة إسلامية، مبادرة تدل على التفريط، ومبادرة أيضا تعبر عن حالة من حالات المؤامرة الواضحة والمكشوفة التي تستهدف المقاومة، المقاومة حالة المقاومة العربية يعني ضد مشاريع الهيمنة. أشكرك جزيلا سيد ياسين تميمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من اسطنبول. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.